مع الشيخ فتحي صافي. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم. في الجوهر صفان بيت هذا، وأرجو الله أن يمنحنا عند السؤال مطلقا حجتنا. لما نؤذن دين الله سبحانه وتعالى بده يسألنا، فإذا إيه عم الإنسان ما قام بحجته بيسألنا عن الصلاة، عن الصيام، عن الزكاة، عن بر الوالدين بيسألنا. فإذا كان الإنسان ما قام بحجته مشكلة، بدك تجاوب، بدك تحكي، وإذا كان الجواب ما كان جيد كذبنا فيه يختموا على أفواهنا، ما عاد نحكي، تتكلم أرجلنا، تتكلم أيدينا، أي نعم، بالشيء اللي اكتسبناه وساويناه. فهون صاحب الجوهرة عم يترجى الله سبحانه وتعالى أنه يوم القيامة يقوم بالحجة. يعني بديش أنا عن الصلاة، ناس كتير صليت، بيجي يوم القيامة يكبوا له الصلاة اللي صلاها ما كانت ظابطة. أي نعم، بيكون صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، بيكون رائع الحج ما استفاد شيء من الحج تبعه. اي نعم، فلذلك كثير من العبادات الانسان اي نعم سبحان الله ما بيقوم لها، ومشكله كبيره اذا كان الانسان تعبد وبالاخير اي نعم الاعمال ما انقبلت. اي نعم، فمكون هيك انهينا بحث الجوهره في العقيده. بدنا نبدا بكتاب كتاب الكبائر، كل درس بنقرا كبيره من الكبائر. الكبائر الإمام الحافظ الذهبي محدث، اي نعم، وحجة، اي نعم، واحد شيء انه الكجد تبعي ما بيورجيني، اي نعم. لا، الكبيرة الأولى من الكبائر اللي ورد فيهم الحديث سبعة، بس قالوا هي إلى السبعين أقرب، مو سبعة، سبعين كبيرة. كل كتاب مختلف عن الثاني، فلذلك كتاب الكبائر بالنسبة لنا نعم، يعني الإنسان مشان يقرأ اللي إله واللي عليه ينتبه، نعم، يدير باله على حاله. يعني أحيانا الإنسان يعني كمشايخ مثلا نظن حالنا انه نجينا وانه نفدنا وانه لحيه وعمامه وانه منصلي، اي نعم، والناس بيسالونا وهذا بيقول لي سيدنا وهذا بيقول لي مولانا، ونجي يوم القيامه وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، واول ما تزجر النار بعالم لم ينفعه الله بعلمه، وعالم يوم القيامة بجهنم يجر قصبه مصارين واعى وعم يفتل مصارين واعين، فبيقولوا له يا فلان شو اللي وصلك لهون؟ ما كنت أنت شيخنا، كنت أمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر، فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فلذلك الإنسان إيه نعم لا يغتر أنه والله يا أخي نفدنا، شو بدرينا أنه نفدنا؟ بدأ أخلاص، بدأ أنه نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. هلأ الناس إيه نعم سبحان الله، يعني أحيانا الإنسان له أخصام، فحتى المشايخ في لهم أخصام، في محاكم، في محاكم بينه وبين الناس، فيبعثوا لي خبر بأنه إيه نعم يعني أنه سبحان الله يعني أنت مو شيخ، أنت مو عالم. دائما خصمك اي نعم ما بيشوفك شغله، ما بيشوفك شيخ، ما ليش؟ لانك ما جيت على عقله، بده اياك تحكم له مثل ما بده، يا اما انت مو شيخ، انت زلمه حرام تصلي اول صف، انت زلمه اللحيه اللي مربيها اي نعم لازم ما تربيها، هذا دأب الناس. اي نعم، فلذلك الامام محمد بن حسن الشيباني التلميذ الثاني للإمام الأعظم أبي حنيفة يقول: لو كانت العامة أرقاء لي، لو الناس العوام عبيد عندي لأعتقتهم وتبرأت من ولائهم. ولاء العتاقة موجود في الفقه، إذا إنسان عنده عبد وأطلق سراحه، عتقه لوجه الله،
هالعبد راح اشتغل بالتجارة صار معه ملايين، مات ما في له وريد. مين بيرته؟ بيرته سيده اللي ايش اعتقه، اسمه ولاء العتاقة. فيقول الإمام محمد حسن الشيباني: لو كانت العامة أرقاء لي لأعتقتهم وتبرأت من ولائهم. بتشوف العامة بس تلك شو بتسمع منه، كل كلمة غير الثانية، الكفر والضلال والمسبات والشتائم. اي نعم. فلذلك سبحان الله، انت امشي خط المستقيم الدغري ولا تلتفت لحدا، ما لنا مصلحة بحدا. الشيء اللي بتلاقيه مناسب اشتغله، واللي ما بتلاقيه مناسب لا تشتغله، اتركه. نحن مو مقياسنا الناس، نحن مقياسنا الشرع. رضيت الله سبحانه وتعالى يكفيك. الكبيرة الأولى الشرك بالله تعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهلأ في مثلا القتل، قالوا بأنه القاتل في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، قتل النفس. لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انه هي الآية، ان الله لا يغفر ان يشرك به، هي اي نعم، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. معناتها شو من كان الانسان ذنبه بس ما يكون في اشراك بالله. لفي مثل عند العامي انه ذنبين الله سبحانه وتعالى ما بيغفرون، الضرر بالناس والاشراك بالله. طبعا اذا بدك الانسان يضر الناس، اي نعم، بده يكون مسؤول امام الله سبحانه وتعالى. اي نعم. والشرك، اي نعم، ان الشرك لظلم عظيم. اي نعم. الا انبئكم باكبر الكبائر؟ الاشراك بالله. انه انسان، اي نعم، لا، نحن مثلا في ناس، في حديث تعس عبد الدرهم، في ناس بتعبد المال، في ناس تعبد الجاه، في ناس اين عم بتلاقي يعني بيحب ايش انه يكون لابس مهندم كذا، تعس عبده الخميصة، هذا اللي بيلبس بيحب الاواعي الحلوة. طيب كل ياتنا بنحب الاواعي الحلوة، لكن اين عم مو دائما بنلبس اواعي حلوة، احيانا بتلاقينا اواعي عادية لابسين. اين عم اما نتبغدد على عباد الله سبحانه وتعالى، الناس مو ملاقي اواعي تلبسها ونحن لابسين تلاقيه، اي نعم، وهالعباية المقصبة من هون من طرفها وكذا. التقيت مع رجل يمكن بيملك، ما بعرف، قالوا لي انه بيملك يمكن شيء 40 مليون دولار مدري قديش، اي نعم، ولابس العباية المقصبة وقايم يناقشنا في البخاري ومسلم انه لا البخاري صحيح ولا مسلم صحيح. طيب هالعباية والمال اللي معك بيعطيك الحق انه تتكلم عن البخاري ومسلم؟ هذا المال ليش رح ينزل معنا بالقبر؟ ما المال بيرجع والأهل بيرجعوا وكل شيء بيتركنا على حافة القبر وبيرجع، إلا العمل. العمل اللي بده ينزل معنا. أحيانا بنكون ماشيين بجنازة فبتلاقي ولد لما بننزل أبوه بالقبر قال بده ينزل وراء أبوه، اتركوني، والناس كام شينه بده ينزل وراء، بلهم اتركوه، بيتركوه ما بينزل، كذا ما بينزل. ليش عم تمثل علينا؟ نشروني بزت حالي وراء أبي، اتركوه خلي يزت حاله لنشوف، ما بزت حاله. اي نعم. فهذا التمثيل اللي ما له طعمه. اي نعم. والله ما حدا بينزل وراء حدا ولا كان ولا خطوة. يعني في قصة كانوا الناس يحكوها غير صحيحة، نزلها على الواقع ما بتنزل، انه واحد غني مات، راحوا لقوا واحد فقير قالوا له تنزل تبات ليلة عند الوالد، يعني في لك جائزة حلوة مصاري وكذا. قال لهم ايه، نزل قال نام مع ابوه، وما بينام بده يموت اذا ما نام مع ابوه، الريحة بتقتل تحت. اي نعم. قال نام مع ابوه، الصبح طالع اول شعراته بيه، لك شبك؟ قال لهم بهالليل اجوا ملكين. قال له اي نعم، تعال نحاسب الميت. قال له في طيب بالقبر؟ تعال نحاسب الطيب قبل الميت، هذا الطيب بده يروح على بيته بكره، تعال هون. اجا والله. اي نعم. هذا القميص منين جبته؟ والله اشتريته من باب الجابي. وهذا البنطلون منين جايبه؟ والله اشتريته من سوق العتيق. وهذا الصباط منين جبته؟ من سوق الحرميه. اي نعم. تموا يسالوه شاري الاواعي ولا تاري حاطط، اي نعم، كامش البنطلون بخيط مصيص، منين جايب الخيط؟ قال والله مرات على فرن. اي نعم. بقى كانت يجي اكياس الطحين باكياس خيش تبقى تجي قديمه 100 كيلو، وكانوا يحطوا لها خيطان مصيص، انا بوعاها،
فخيط المصيص نحطه احنا فوق الحنفية نلمون اين عم يصيروا حزمة. فقال له والله مرات اخذت خيط مصيص وحطيته ما استأذنت من الصاحبة. قال له ما استأذنت. زلوا فيه قتلوا لحتى شاب سعره من القتل. فتحوا عليه اهله طالعوا قالوا له شو القصة؟ قال والله هيك قصة. قالوا الوالد قال له انا والد يا زلمة اذا مشان خيط مصيص اكلت قتل طول الليل ابوكم شو بده يساوي فيه الملائكة؟ فنحن شو بده يساوي فينا الملائكة بالقبر؟ هي وقفت على خيط مصيص. اي نعم. انا شفت باحدى المحافظات لما الحرمة بتموت بيوزعوا على روحها شكالات وابر ونكاشات ببور مشان اذا اعتازت شي يوم دينت ابري وما رجعتها مشان تكون اي نعم يعني وزعوا شكالات وزعوا ابر. هلا رح نفتي على مسلي وناكل مادني. بس بيجي واحد بيسالك فتوى على شغله بسيطه بيكون اكل الدنيا. اي نعم. مره واحد قال لي بده يوزع الميراث على اخواته البنات. ما شاء الله بالقرى ما بيعطوا اخواته البنات ما بيعطوه الميراث. اي والله لا على بناته. قال لي شيخ بده يوزع البنات مثل الصبيان عندي يعني شو بيطلع على البنت ميراث بدي اكتب لها. ما شاء الله ما شاء الله انه الله يبارك فيه والله شيء حلو والله. اي نعم. اي والله عاد قال اكتب. صرت انا وياه طول الليل على ابري شاي مشايخي هل قدهم بقيت شاي وانا اقعد اكتب انا وياه وقلم كوب يا عادوا هيك نقعد نكتب. وبعدين اجى الزلمه قال لي شو عاد عم تكتب انت يا طول الليل؟ قال عم بدي اوزع ميراث. الميراث شو؟ ميراث عنده ارض بيوزعها على بناته. لك قال لي هي نعم حصه اخته اخذ نعم مهر اخته بيطلع لها ربع ربعه ارض. هي ربعه الارض شغله الى اول ما لاخر. اخذ ميراث اخذ مهر اخته الله يسلم الديان وراح يعمل حاله بقى انه بده يوزع الميراث. ما رجع لها لاخته ليش هي ميراث وهي ملكه. ان لحالنا معناته قضينا ليله على الفاضي معه. فبيجي واحد بيقول لي شيخ والله شفت النبي عليه الصلاه والسلام بالرؤيا. والله شفته بالرؤيا. اي نعم. واحد بيقول لي شيخ فتحت السماء بالليل انا نايم ونزل نور كون قاعد بقعد على ركبي انا. الله ما شاء الله. بعدين بساله بتصلي انت؟ لا والله. نور شو شفت؟ نور شو؟ اي نعم. هاي مثل حكايه اذا نعم القصه اللي رواها عن الشيخ عبد القادر الجيلاني انه قال اي نعم سمع بالليل سمع هو ماشي بالصحراء صوت عامل له يا عبدي يا عبد القادر اي نعم لقد بلغت درجه الكمال ورفع عنك التكليف. فقال خسئت يا شيطان رفع التكليف عن احد رفع عن النبي عليه الصلاه والسلام. فقال والله لقد اغويت بها 70 عابدا او 1000 عابد. اي نعم. فأنا لحقت في قرية من القرى كان في رجل إجا حضر عندي خطبة الجمعة لابس نعم عمامة كبيرة هيك ومريدين وحواليه. قال لي لما خلصنا الصلاة سلمت عليه. قال هو ما بيصلي هو المريدين تبعاته. قال ساقط عنه الصلاة. نال الدليل؟ قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقال لي صار عندي يقين عالي بالله سبحانه وتعالى فسقطت عني العبادة. نالوا ما شاء الله وكان حولك. اينا ولفه ولحيه والمريدين تبعاتهم روئين عليه يعني. اينا فالحديث اجتنبوا السبع الموبقات. السبع الموبقات اينا لكن اكثر شيء فيها اينا اللي هي اينا الاشراك بالله. بده الانسان يدير باله ما يكون ينظر إيه نعم للأشياء الثانية. ما يكون إيه نعم سبحان الله يعني دأبه إني بيجي على الجامع مشان يشوفوني إني عم صلي. إيه نعم بوقف يعني هلأ إذا في ناس شايفيني أنا عم صلي بتلاقيني ركوعي وسجودي ما في أحلى منه. وقف هيك بين إيدين الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كأني حوالي بطلعه ما شاء الله. لما برفع من الركوع سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. الله اكبر بنزل على السجود. هي لانه في ناس شايفيني اذا ما حدا شايفني حط ورقه كربون تحت السجاده طج ركعتين بيطلعوا اربعه. اي نعم. الصلاه سريعه. اي نعم. لا فيها اطمئنان ولا فيها شيء. اي نعم. طيب بيقول لك رب العالمين سبحانه وتعالى ساعتها عبدي جعلتني اهون الناظرين اليك. لك استخفيت فيني. لك احترمت الناس اللي عم تصلي جنبك ما احترمت وقوفك بين ايدي. كان في من اهل البيت من اهل بيت النبوه
كانوا عاملين لحاله الثياب يصلوا فيها مخصوص بقيام الليل مشان ما يوقف دبانة عليها أو الدبانة تعمل ونيمة عليها. كان إيه نعم في إلهم هوني على خدودهم إيش سبحان الله تلاقي من البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. كان عبادتهم في لك ركعتين بينك وبين الله سبحانه وتعالى ما حدا يطلع عليهم. لا مشكلة إذا ما في لك حاول تفيق بالليل تتوضى وتخلي ولو ركعتين أقل شيء بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لا تهملون لا تهملون. الإمام الجنيد قال شافوا تلاميذه بالرؤيا فقالوا يا سيدنا بإيش استفدت بعبادتك؟ إمام الجنيد إمام الطائفتين الشريعة والطريقة. نعم قالوا له بإيش؟ قال والله ما استفدت نعم لا بتلك الإشارات ولا بتلك العبارات اللي كنا نتكلمها وإنما بركعات كنا نركعها في السحر. بتفيق قبل الفجر شيء من الساعة تتوضأ وبتصلي لك كم ركعة ما بتفيق يعني كل الأدل إنا عم مستهين فيه هذولي. إذا كانوا أهل الله إلى أول هذولي أحسن شيء بالآخرة فضبب أغراضك جهز حالك. سويت أنا يوم الثلاثة سويت صورة. هاي الصورة ما في منها غير بسوريا هولي وبدمشق حصرنا. هي حطولي أشعة بإيدي شو بيسموها حقن بعدين حطوني ساعة ونص بغرفة مظلمة. فيوم نقلوني نعم لمكان تاني صار شوية خربطة معي فغبت عن الوعي. فرجل كبير في السن لما صحيت شوي لقيت رجل كبير في السن يعني أكبر مني سنا لقيته راكع على ركبه وحملني وحطني على كرسي هذا اللي مشوه تبع العجزة وحمل لي رجلي هيك من الصباط وحط لي ياهن ومشان ياخذوني على الاسعاف. فلاني صحيت شويه قام قال لي شيخ بدي اجي احضر عندك درس بالجامع. نالوا اهلا وسهلا. طلع مسيحي. هيك كنا قبل الاحداث بسوريا كنا سوا مع بعضنا البعض ما كان في حنفرق بين هذا مسيحي وهذا مسلم. كنا نعم الناس عايشة مع بعض البعض ما في إيش. سبحان الله لما قال لي هيك وتكلم معي بهالطيب والأخلاق نعم جل جل الله نعم فتأثرت منه نعم أكثر ما أني أتأثر بإبرة الإشعال يعطوني. بعدين فوتوني بقلب بورية شي تلت ساعة نعم ممنوع أحكي ممنوع أتحرك ممنوع نعم هي مدري شو اسمها هي الصورة رنين مغناطيسي نعم وبعدين طلعت منها سبحان الله. فعلى أساس اليوم تطلع النتيجة لعل وعسى إن شاء الله أنه تكون نتيجة نعم جيدة. ما كانت نتيجة جيدة مثل بعضها يعني عم نضبط أغراضنا مشان نروح على الآخرة. في حدا ما بده يروح يعني كان في إمام جامع لما يطلع بجنازة يقول للناس مين ما بده يموت يرفع أصبعته. ما حدا يرفع أصبعته نعم لأنه ماشيين الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم. Thank you.